نبدأ هذه الجولة من التيار، ومنها نقرأ توقعات بعودة وشيكة لحمدوك. أكد مسؤول سابق بمجلس الوزراء عن اختيار وصله للعودة لعمله في غضون الأسبوع المقبل بموجب اتفاق أبرم بين رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ودكتور عبد الله حمدوك خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المسؤول الذي طلب حذف اسمه لدارفور 24 أنه تلقى اتصالا في الساعات الأولى من صباح الجمعة من شخصية مقربة لدكتور عبد الله حمدوك أبلغه بعودة الأخير خلال أيام لمصيره رئيسا لمجلس الوزراء. وتداول ناشطون وصحفيون معلومات بشأن لقاء جمع بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك بدولة الإمارات. وأكدت المصادر أن لقاء حمدوك والبرهان وضع عددا من النقاط الأولية للتفاوض حول عودة حمدوك لرئاسة الوزراء. ولفتت المصادر إلى صياغة مسودة اتفاق أولية سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة تشمل ترأس حمدوك لحكومة يختارها هو ومستشاريه وتحديد فترة الحكومة الانتقالية بثلاث سنوات. أستاذ حيدر أهلا وسهلا بك، وأريد أن أسأل يعني ما يجري من مفاوضات بأبو ظبي، هل يعني إذا ما صدقت هذه الأنباء أن يمثل مخرج للأزمة السودانية؟ طيب أول حاجة الخبر اللي طالعته أنت الآن يبدأ بتوقعات، يعني ليس هنالك تأكيدات وإنما هي كلها مجرد توقعات، وتقاطعت عدد من التسريبات التي تناولت هذا الموضوع، موضوع عودة حمدوك، يعني منها ما جاء في هذا الخبر ومنها تسريبات أخرى، ولكن كلها تبقى تسريبات غير مؤكدة. المؤكد والذي نستطيع أن نؤكده هو اللقاء، أن هناك لقاء تم بين البرهان وحمدوك، لقاء للتشاور وللتفاهم حول الأزمة، لكن ليس هناك أي تأكيد عن ما يتداول الآن حول عودة حمدوك وموافقته العودة وهكذا، هذا من غير المؤكد حتى الآن. الذي دار طبعا بالتأكيد تناول هذه الأزمة المستفحلة جدا كل النواحي، أزمة سياسية متفاقمة وطاحنة جدا، أزمة اقتصادية طاحنة جدا، اضطراب أمني واضح جدا، من المؤكد أنه اللقاء تناول ذلك، وربما نقول ربما جريا على هذه التسريبات، وربما يعني تم التشاور مع حمدوك حول إمكانية عودته إلى السودان وتسنم منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، لكن لم يرشح حتى الآن بشكل واضح ورسمي عن أن حمدوك وافق على ذلك. هنالك حديث عن أنه هنالك الاتفاق تم، بعض المصادر التي اعتمدت هذا التسريب أوردت تفاصيل هذا الاتفاق، بعضها الآخر يقول أن الاتفاق ليس على رئاسة مجلس الوزراء وإنما على رئاسة المجلس السيادي وهكذا، يعني ليست هنالك صيغة موحدة من هذه التسريبات، الأمر الذي يشكك في تأكيدها جملة. يعني طيب الحمدوك طبعا هو مستعد لأنه يساهم كمواطن سوداني في إيجاد حل لهذه الأزمة المتطاولة، وهو ذكر هذا الكلام بعد استقالته من المنصب ومغادرته للأمارات، صرح بذلك صراحة أنه ذاهب لأسرته المقيمة بالأمارات وأنه سيحضر ويشارك كمواطن سوداني في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، هذا مؤكد، لكن غير ذلك ليس هنالك تأكيد طيب بالضبط عن عودته وموافقته. ما إذا تحدثنا بأن هناك من أساسه لقاء جرى بغض النظر عن الأنباء التي رشحت في بعض مواقع الإعلام ومدى صدقها وكذبها كذلك، ما إذا تحدثنا عن هذا الأمر، فإن عودة حمدوك باعتبار أنها وشيكة وما إلى ذلك، البعض كان يتحدث في هذه الأنباء أيضا على أن هذه العودة هي مقرونة بشروط جديدة ووثيقة جديدة ومجلس سيادة مدني وحكومة كفاءات مستقلة، دعنا نتحدث ما إذا كان هذا الأمر صحيح، يعني كيف تقرأ هذه البنود؟ طيب كويس، هو يعني بيزد على شنو يعود حمدوك؟ هل في ظل هذه الأوضاع القائمة الآن؟ لا أعتقد أنه يعني يمكن أن يعود في ظل هذه الأوضاع. الحديث عن أنه هنالك صحيح كما ذكرت أنت
هنالك بعض التسريبات يعني أفاضت شيئا ما في تفاصيل الاتفاق الذي تم مع البرهان، ولكن يعني من الصعب جدا التأكيد على 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 إنه هذا الاتفاق قد تم بالفعل يعني. وبالطبع إنه لا يمكن أن يتم اتفاق بين شخصين، يعني لا يمكن. يعني حمدوك في واحد من أقوى الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة هو عدم التوافق يعني بشكل كبير من القوى السياسية المختلفة، ولا يمكن الآن أن يعود إلى نفس المربع الذي كان سببا في أن يدفع باستقالته. يعني يعقد اتفاق فردي بينه كما حدث في الاتفاق السابق. طيب هذا ما الاتفاق السابق الذي أمضاه مع البرهان ورفضه الشارع ورفضه المكونات السياسية ودفع الأمور إلى أن تسببت في استقالة حمدوك. لا أعتقد أن ذلك من الممكن لحمدوك أن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى. في هذه النقطة ذاتها هناك حديث أستاذ حيدر عن تواجد يعني قوة لقيادات الحرية والتغيير بأبو ظبي مع وجود حمدوك والبرهان في نفس الوقت. يعني أي تسوية يتم التوصل إليها كما ذكرت أنت بعيدا عن الشارع، هل يمكنها أن تحقق استقرار أو توقف حتى الاحتجاجات؟ طبعا لا، ببساطة شديدة جدا أي تسوية يعني لا تلبي أهداف الثورة وتعمل على تحقيقها ولا تستجيب لمطالبات الشارع مصيرها الفشل الذريع. يعني من المهم جدا أن تحتوي أي محاولة لتسوية الاستجابة لأهداف الثورة وتأكيد العمل على تحقيق أهداف الثورة، وأيضا تأكيد الاستجابة لمطالب الشارع السائر. هذا لا بد منه لأي تسوية قادمة، يعني أن تأخذ ذلك في الاعتبار ويتم تضمينه بشكل واضح وصريح وقوي. بغير ذلك لن يتحقق أي تقدم في سبيل لملمة هذه الأزمة ومعالجتها.